السلام عليكم أحبتي في الله، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة أختكم ريتاج ونورتوني بزيارتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. في هذا الفيديو جبت لكم هذا المنتوج خاص بالتجميل فاسو. الاسم فاسو، فاسو هو ماشي واضح الاسم تاعو مليح، لكن الاسم تاعو فاسو. أنا حطيت القرعة هكا باش تبان لكم القرعة مليح تكون واضحة. اسمه فاسو، قلت لكم خاص بالتجميل. هو عبارة عن سائل مثل الماء، وفيه بريون رقيق، فيه بريون رقيق، وتلقاو يعني القرعات. هذه القرعات تحمر يختلفوا في اللون، يعني السائل القرعة تلقاها ترانسبارو عادي، السائل تلقاه تكون في الغوز ولا في الأحمر ولا في الأورانج. ألوان بزاف، كاينين ألوان بزاف، لكن كي تحطيه على الجسم تلقاي اللون العادي مثل الماء، وفيه البريون. تحطيه على الجسم هكا، قلت لكم كيما الماء، وهو فيه البريو. بعد ما يشيح يبقى هذاك البريو في الجسم، والرائحه ما نحكي لكمش. الرائحه تاعو قلت لكم تختلف، يعني الانواع كامل على حساب اللون. تلقاي هذه الغاز، اللون الغاز هذه تلقاي ريحتها زي الاخرى الحمراء، تلقاي لونها زي الأورانج، تلقاي اللون الرائحة تاعها مختلفة على هذا. هو خاص بتلميع الجسم، الحاجة الأولى هي تلميع الجسم وتعطير الجسم، وكذلك يعمل على ترطيب الجسم، وبالأخص التلميع أنا نحسه يلمع، والتعطير أكثر على الترطيب، يعني الترطيب ما نحسوش بزاف. قلت لكم يعمل على التلميع والترطيب وتعطير الجسم، الرائحة تاعو روعة. أنا جبته حبيت نحط هذا الفيديو نصيحة للعرائس اللي ما شريتش هذا فاسو، لازم تشريه لازم، ويعني ويحكم ما يزربش خلاص، ديري بيه نتكرهي منه. كل ما يعني طريقة الاستعمال تاعو، كل ما تستحمي ويكون الجسم تاعك ناشف، وتحطي فاسو تحطيه في الجسم تاعك وتمريه على الجسم تاعك كامل. بعد ما يشيح راح تبقى الجسم كامل يعني يلمع. وبالنسبه اللي تحب تحطه في المناسبات على الرقبه، على بالنسبه اللي تحطه في المناسبات يعني رائع هذا فاسو، والرائحه ما شاء الله يعني تروحي معطره 100%. وكل ما تحاولي تحب تتزين وتحب تستعمله مرة على مرة، تكرر العملية عادي. يعني بعد الاستحمام هو ما جامي ولا تحطيها للجسم تاعك وانتي بدون استحمام، لأنه راح تتغير الرائحة. يعني بعد الاستحمام تحطيها، وما تحطوش على البشرة كي تكون ملتهبة، تكون البشرة حساسة، ممكن تكون حساسة في بعض الأماكن، وتحطي فاسو راح تلتهب أكثر وأكثر. والأماكن الحساسة تكون عندك حساسية ابتعدي على الفاسو، يعني ما تحطيهاش في الأماكن، في المكان تكون عندك فيه حساسية. دي فوا تكون عندنا حساسية في اليد، تكون أنا خاصة في اليد تكون عندي حساسية من شغل في المنزل هكا، ندير الليجو بصح ما نديروش، ديما تكون عندي حساسيه في اليد. وانا نستعمله غير هكا للمناسبات، والله مش يعني زعما شفقان عليه والله، بصح يعني نحب نستعمله غير هكا طريب للمناسبات. وهذه هي الفائده تاع هذا الفيديو، قلت لكم نصيحه للعرائس اللي ما شراتش هذا فاسو غير تشريه. ما تنساهش في جهازها، ما تنساهش خطرك تلقاه، واللي عندها مناسبة تستعملوا، الريحة تاعو قوية بزاف تقعد في الجسم حتى اليوم كامل. وكي تستعمليه في الجسم قلت لكم تستعمليه تبقى المكان يلمع، والرائحة غير غسلتيه باش يتنحى، والله مسحتيه بلانجات باش يتنحى هذاك البريو.
ان شاء الله هنكون فدتكم بهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم ان شاء الله، والى الملتقى. سلام.